وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاتكم كل الترحيب بابن النجف أستاذ أرشد قسام الإعلامي المميز، أهلا وسهلا بك في مجلس النجف. هو النجف أستاذ أرشد، هو النجف وبعد أبو مجالس النجف. المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد تعتبر من أصعب المراحل التاريخية. ما نحتاجه اليوم إلى النوايا الحقيقية الصادقة قبل فعل أي شيء، ويكون العمل وفق مصلحة هذا البلد الجريح. يا ريت. قرأت في صفحة التواصل الاجتماعي قبل أعوام: توفيت السيدة سلمى بطرس عراقية مسيحية، ولعدم وجود كنيسة في الحي الذي تسكنه اختارت عائلتها أن يكون العزاء في الحسينية. هناك قواعد للاحترام الآخرين مبنية على الثقافة وتقبل الرأي الآخر ومناقشته بأسلوب حضاري. حتى وإن اختلفت الرؤى، فإن الحوار المبني على أسس صحيحة يكون له نتائج وفائد مهمة، خصوصا ما يدور بحلقات النقاش اللي في المجلس القاضي. التخصص الوحيد الذي لا يدرس في الجامعات هو الأخلاق. فقد يحمله عامل النظافة ويفتقده الدكتور. قد تبدو البطة فوق الماء هادئة، لكن إذا نظرت تحت الماء لوجدت أقدامها تتخبط مضطربة. هكذا هم العديد من البشر، يبدو عليهم الهدوء والرصانة، لكن مجرد تغيير القناع لهم في تحفيز عكسي أو ضغط معين يتحول إلى متلازمة البطة. حلو. يقول مظفر النواب: في الوطن العربي ترى أنهار النفط تسيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أضوجكم بالدفع. الله ساكم الله بالخير أبو عمار. يقول مظفر النواب: في الوطن العربي ترى أنهار النفط تسيل، لا تسأل عن سعر البرميل، والدم أيضا مثل الأنهار تراه يسيل، لا تسأل عن سعر البرميل. في الوطن العربي ترى أنهار النفط تسيل، لا تسأل عن سعر البرميل، والدم أيضا مثل الأنهار تراه يسيل، لا تسأل عن سعر البرميل. أرخص. يعني الدكتور علي الوردي أول من بحث وتعمق في دراسة شخصية الفرد العراقي، معرفا الشخصية المجموعة المنظمة من الأفكار والسجايا والميول والعادات التي تتميز بها الشخص عن غيره، باحثا عن مكنونات وتناقضات سلوك الفرد العراقي. تناقضات سلوك الفرد العراقي: شخصية تبني نفسها أكثر من عنوان، تجده هو السياسي، هو الطبيب، هو رجل الدين والمهندس. هكذا كل هذا نجده بطبيعتنا وميولاتنا وأفكارنا. منزلة ما بعدها منزلة نالها الشيخ محمد بن نصار صاحب النصاريات الكبرى، دائما ما يذكر على المنابر الحسينية من قبل الخطباء. يروى أن أحد العلماء شاهد الإمام الحسين بالرؤية وسأله: مولاي هل صحيح احتضرت عند خروج علي الأكبر عند انزال القوم؟ فقال له الإمام: الحالة صورها ابن نصار، أويلي من تلاقوا عند الوداع، مشابر طول لمن هو وللقاع، لا على الابن لبي والأب لا على ابنية، ويلي وداع لك شر. للهادي نواب تحفظ للأمن، للهادي نواب تحفظ للأمن، فرقة الماء تحفظ أمنها لا تأتي منها. شنو ظنك بالرسول الصادق الما خلف وعده؟ العاطفة جابته وخلف هادي النواب بعده. الهادي ما يندار راية للعواطف والمودة، ولا يعتصب لجل الرحم ويتبع الباطل والوهم، حاشا لا شنعن علم اختار هاي الأترة بعده. ولا صفقة أحزاب ولا صفقة لسن، ولا صفقة أحزاب ولا صفقة لسن، تتنصر بصفقة لسنها لا تأتي منها. والسلام عليكم. المن 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 المن
اي مدح قوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام سيد الشيخ. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير.